مشاهدينا الكرام، تابعنا منذ قليل هذا المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارته إلى مصر، حيث كان في استقباله رئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئاسي، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وأعقب ذلك المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أكد خلاله رئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وكانت المجر تمثل صوتا أوروبيا يشرح وجهة النظر المصرية في أوروبا، وأكد على توافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل بين البلدين. وأيضا قال رئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات بينه وبين رئيس الوزراء المجري تركزت على بحث سبل مواصلة دعم العلاقات الثنائية والفائدة التي ستعود على المستثمرين المجريين في مصر، وكذلك من الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيادة عدد السائحين وأهمية توريد عربات السكك الحديدية لمصر وتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر. وأكد على أنه تم زيارة أوجه التعاون في مجالات النقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة وإدارة المياه والثقافة والتعليم ونقل التكنولوجيا، وتم الاتفاق على زيادة عدد المنح الجامعية المجرية المقدمة للطلاب المصريين. نعم، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طه علي، المحلل السياسي والمتخصص في العلاقات الدولية. برحب بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا بك. يعني من خلال المؤتمر الصحفي الذي تابعناه منذ قليل، تم التأكيد على أنه زيادة التعاون أو الاتفاق على زيادة التعاون في مجالات كثيرة بين مصر والمجر، منها النقل والتجارة والصناعة والطاقة وإدارة المياه والثقافة والتعليم ونقل التكنولوجيا، مجالات متنوعة. إذن كيف ترى ما خرج به هذا اللقاء من تفاهمات واتفاقيات مشتركة؟ يعني خلينا نقول إن هذا التنوع الذي الوارد في طبيعة وتشكيل الاتفاقيات أو المجالات التي شملت يعني الصادرة أو التي تم الحديث عنها في هذا المؤتمر الصحفي، بيعكس مساعي من الجانبين المصري والمجري للارتفاع بمستوى العلاقات شكلا ومضمونا. فالمجر ليست دولة يعني هامشية في تفاعلات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ولديها خبرة في العديد من المجالات، يمكن نقل هذه الخبرة في عملية التنمية التي تقودها الدولة المصرية، ونقل وتوطين الخبرات العلمية والصناعية والتقنية في التجربة التنموية التي تقودها مصر في الوقت الراهن. العلاقات المجرية المصرية ليست بالحديثة، هي علاقات تعود إلى عام 1928، يعني علاقات عميقة جدا وتاريخية، ومعروف عن الجانبين هناك توافق وتفاهمات في الرؤى الخاصة بكثير من القضايا الإقليمية والعالم. يكفي أن المجر هي إحدى الدول التي تتبنى فكرة إرسال مراقبين لوقف الاستيطان في القضية على الأراضي المحتلة، وبالتالي تدعم الرؤية المصرية في الكثير من قضايا السلام في منطقة الشرق الأوسط. هذا الامتزاج السياسي بين الجانبين يفتح آفاق ويسهل فكرة التعاون الاقتصادي، لأن في أرضية سياسية مشتركة وإرادة بين الجانبين المصري والمجري، بيؤكدوا أيضا توالي الزيارات بين المسؤولين من الجانبين. فطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني توالي نعم. عذرا للمقاطعة دكتور طه.